المنظر اللي انا شايفاه ده، انت جبتي الشيشه دي منين؟ هو انت ليه مصره تفضحيني وتعريني قدام الناس؟ مالك يا شملوله مستعريه من الشيشه ليه؟ دي الشيشه يا اختي حتى بقت عالميه، كل العالم بيشيش زيها زي الشاي. مش شايفه الروسيات اللي هناك دول الامامير دول بيشيشوا، وكابتن ميدو كمان بيشيش، وكيم كارديشيان بتشيش، انا شفتها بعيني، وبتشرب سلون كمان. مش مصدقه التخلف اللي انت بتقوليه. انت عارفه انت ناقصك ايه يا صباح وتكملي الفضيحه؟ ايه يا روحي؟ ناقصك مفرش وحله محشي. اخس عليكي، ودي حاجه تفوتني جبتها طبعا، بس دخلتها جوه في المطعم عشان يسخنوك، اصلها ما تتاكلش بارده ابدا. اشيلك صباعين؟ صباح انا كنت ابتديت احبك واشوف فيكي حاجات كويسه، من فضلك ما تلغيهاش بقى بليز. النهارده ما تتكلميش معايا خالص. اوكي اوكي، بس بقولك ايه يا اختي، والنبي وانت رايحه كده بيقولوا الولد بتاع الشيشه يجيلي عشان عايزاه يسلك لي الرفاص. عيب اللي انت بتقوليه ده، انت بتقولي ايه؟ جهله، هو انت فاهمه حاجه؟ هو انت تعرفي انت الشيشه دي ايه؟ شريهان ملك قاعدة متضايقة كده، أكيد مكسوفة من خالتك والحاجات اللي بتعملها. بقولك يا نيلي، فكك مني عشان أنا متضايقة بجد، وممكن أديكي من بوكس عادي. ليه مالك؟ احنا قاعدين على البحر، المفروض تبقي مبسوطة. أنت أصلاً أول مرة تشوفي بحر عجاز صح؟ بلا بحر بلا زفت بقى، أدي أهو اتفضلي، ده اللي خدناه من البحر. اوكي بصي شريهان، هو عنده حق بصراحه. عنده حق ليه بقى؟ ان شاء الله هم احسن مني في ايدي، حتى مسلوعين وقد كده. لا يا شريهان ام سوري، اكيد مش هتدخلي في مقارنه مع دول، عشان لو دخلتي في مقارنه هتبقي خسرانه. خسرانه ليه ان شاء الله؟ عشان دول بنات. بنات؟ امال انا ايه يعني، سوزوكي تمنيه؟ لا حبيبتي، يور بيوتيفول اي نو، بس انتي عندك سم ايشوز كده. بقولك ايه يا نيلي، بلا سم ايشو ولا بتاع بقى، اسكتي عشان انا ممكن اديكي في وشك. شريهان I'm your cousin، فلازم ابقى دايركت معاكي. يا بخت من بكاني وضحك عليا، ولا من بكاني وضحك عليا. ايه اللي انتي بتقوليه؟ ما الاتنين واحد، ضحك عليا دول اتنين حاجة واحدة. يا بخت من بكاني وضحك عليا، ولا ببكاني وقفل عليا. يا نيلي انتي بتقولي اي كلام، خلاص اسكتي. انا فاهمة انتي تقصدي ايه، انا عارفه ان انا يعني شكلي مبهدل ومش مهتميه بنفسي، بس والله غصب عني يا نيلي، اعمل ايه؟ مش بايدي. لا مش غصب عنك، اهتمي بنفسك شويه. امتى بس يا نيلي؟ ده انا كنت بصحى من النوم انزل على الشغل، ومن شغلانه لشغلانه، وبرجع اخر الليل مهدوده وتعبانه لغايه ما اتعودت على كده. وبعدين يا نيلي انا معيش ولا فلوس ولا وقت عشان اشيك واجيب لبس واحط مكياج زيك كده. انا عارفه حبيبتي ان انت يور فيري بيزي، وعندك من شغلانه لشغلانه، وكل ده حاجه كويسه، بس معقوله يعني يومك كله ما عندكيش فيه ساعه واحده حتى تروحي سبا؟ سبا؟ ايه السبا ده؟ استغفر الله العظيم، احنا غلابه يا نيلي، سبا ايه ده؟ مش حاجه حرام على فكره، كل البنات بتروح، قصدي يعني ان انت تروحي تقعدي في جاكوزي، في ساونا، تعملي مراكن باث. طب ما عادي، ما انا كل عيد اضحى بروح حمام التلات، اتكيس واتكبس وبطلع منه ورده مزنهره. مره واحده بس في السنه بتروحي عشان تطلعي ورده مصنفره؟ صنفره ايه؟ بقولك مزنهره زي الفلاور كده. اوكي طب بلاش سبا، روحي للكوافير. كوافير؟ كوافير ايه يا نيلي؟ وانا لاقيه الشطف؟ وبعدين انت عارفه الكوافير ده ممكن ياخد مني كام؟ مش اقل من 15 جنيه، يعني هيفرمني. 15 جنيه ليه يا حبيبتي؟ انت رايحه تعملي شعرك في بنزينه؟ بنزينه؟ انت هتقعدي تتريقي في بنزينه يا نيلي؟ انا مخنوقه بجد وتعبانه. شريهان دي حاجة هبلة قوي، it has nothing to do with الفلوس. البنت لما بتكون عايزة تبقى حلوة بتبقى حلوة. طب ممكن اعرف ازاي حلوة دي؟ مبدئيا شيلي القبعة اللي على دماغك دي، والباقي بقى هوريهولك قدام مراية، مش هعملك ميك اوفر في البحر يعني. بجد يا نيلي يعني ممكن تخليني شكلي كده يبقى حلو زي كده، او مثلا تخليني ستايل وفاء عامر؟ زي انا كوين ان نو واي، بس ممكن اخليكي تكوني زي وفاء عامر او ايتم. حلو حلو، ايتم برضو بطايه كده. ماشي اوكي، I'm so excited. غرقنا 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 غرقنا. ايه لفه كمان؟ يلا تعال انزل. لا لفه كمان. لا حلو قوي كده.
يلا يا ابني شوف صاحبك فين. ايه يا ابني اللي بنعيمك فوق كده يا سيف؟ حد يا ابني نام فوق العربية. انزل انزل يا ابني. معلش اصل انا كنت مدروخ وفي مراجيح في دماغي بتتمرجح كده و... القرف اللي انت عملته ده. قرف ايه يا عم؟ في ايه يا عم انت متضايق كده ليه؟ متضايق عشان العربية. ايه يا عم انا كنت عملت فيها حمام؟ لا رجعت فيها. خلاص معلش امسحها فيا انا، مش القذارة اللي عملها الموقف يعني. انا معرفش انت متعصب على ايه؟ دي عربية نص نقل. ايوه بس عزمها شديد برضه يا سيد. نص نقل ايه يا هايف انت وهو؟ انتوا عارفين العربية دي بكام؟ معلش بقى ما تخلوش يفصلك، احنا كنا مفرفشين. ايه العربية دي؟ انت بتوزع بيها جبنة؟ ايه يا واد يا سيد؟ ما تبقاش كلح كده، قول للراجل كلمتين حلوين، وانت يا اخويا اهدى شوية كده، ده انت حلو كده اهدى شوية. هو ايه يا جماعة اللي حصل فيه ايه؟ تعالى يا نيلي شوف اللي انت جايباه ده، رجع في عربيتي، وانت عارفة انا بحب العربية قد ايه؟ لا ومتضايق قوي ان انا زعلان، وانا ما اعرفوش اصلا. وانا اصلا ما اعرفكش. وما شرفنيش ان انا اعرفك. ولا انا شرفني اعرف واحد لوزر زيك بشكلك ده. يا جماعه استهدوا بالله، ده شيطان ودخل بينكم. ما هو طبعا طبيعي ان الشيطان يبقى قاعد معانا في وسط الخمره والنسوان دي عادي. اسم الله على شكلك انت يا حبيبي. ماله بقى شكلي؟ شكلك حلو وجميل وعضلات وحاجه تقرف، وعندك شركه ومعاك فلوس. الرجوله مش بالحاجات دي كلها يا حبيبي. امال بايه؟ ايه يا عمنا ده انت ابو المفهوميه وعارف الرجوله بايه؟ مش بالقذارة اللي في دماغك دي. ما قلتش حاجة. بالعلم اللي قدامك ده وبلا فخر حاصل على الثانوية العامة بمجموع 103.5%، 2 بكالوريوس بامتياز مع مرتبة الشرف، حاصل على الزمالة من جامعة السربون كامبريدج وجامعة المنوفية، ده غير ان انا حاصل على الحزام الاخضر في الكاراتيه، وحاصل على لقب بلبل طليعة الكشافة البحرية. احنا قراصنه البحار، احنا ملوك الكشف النار، والنار بتقيد على سقف ايد. بحريه بحريه بحريه. ولا يفرق بالنسبه لي الهبل اللي انت عملته ده. بعدين ايه اللي انت لابسه ده؟ لابس لي قميص كارو، جايب بنطلون قص وعامله شورت وشراب. ايه باش كاتب البحر؟ كاتب البحر. طيب اوعى يخرب بيتك يا مجنون يا ابن الجزمة. لا 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 فارمل يا نجم، الراجل ده تابع واللي يغلط فيه يبقى بيغلط فيا. انت هتذكر علينا ولا ايه؟ يا نهار اسود، ايه يا عم اللي انت عملته ده؟ اطلعوا برا. نطلع برا فين؟ ده شاطئ وكان شاطئ ابوك. يا مش هتطلعوا برا؟ انا هوريكم. لا لا انت هتهددها يا بنتي، ورايا كده انا اللي هحميكم. هيرجعني لايام الشقاوة تاني، لو قربت من هنا هتتقطع كده 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 الجزل وكراهو. بتعملي ايه؟ ده خطيبي، دي اخرة النجاسة يا ابن الصرمة. اه 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 لا يا امه خلاص.